مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدي تلفزيون الآن وكمان متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الآن. أنا لوريس حراني، سوا رح نتابع شو بدور بين مشتركين برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني، وكمان بتتابعوا معي لحظات طريفة مع لجنة الحكم من خلال برنامجنا خبريات بلا حدود. مثل ما منعرف برنامج نجوم بلا حدود بيدعم المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال اليوميات وحلقات العرض المباشر رح أفرجيكم شو بدور خلف الكواليس. رجاء مشاركة عن فئة الطبخ، وأول فيديو عملته لفت نظرها ليارا، لأنه مثل ما منعرف يارا كتير بتحب المطبخ وبرشلونة. مرحبا، بالفيديو لليوم بدنا نقدم وصفة تقليدية مغربية بسموها عندنا اللحم بالبرقوق. ندمج كل اللحمة بالتوابل وبنقدمها بطبق التقليد التاجين مع البصل. هاي الفقرة كتير بحبها، أنا دايما بقدم قصص عندي يعني بالطبخ كتير بحب. وكان ليارا شوية تعليقات ونصائح على فيديو رجاء، ويارا مستحيل إنها تعلق على تصرف وتعمل مثله. بدي أقول شغلة، أكيد اشتهينا ناكل، بس في شيء أول شيء لفتني إنها حاطة كفوف، هذا شغل كتير مهم بالمطبخ وبالطبخ. تاني شغلة سوري بس تقبليها مني، أنت وعم تطبخي شعراتك يكونوا لورا 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 لورا. يا سلام، أحلى طبخة بعرف أطبخها، كثير شاطرة فيها، بس ليه عم تشغلوني اليوم ليك؟ ما بعرف ليه عم تشغلوني ليك شو شاطرة، ليك شو ست بيت، ليك وليك وليك. قررت رجاء بعد ما شافت يارا بالفيديو اللي مسرب انها ما تاخذ بنصيحة يارا بالبرايم الثاني، وكانت النتيجة مين يا ترى انقذ الجمهور؟ سارة يوسف، الف مبروك، بنشوفك الاسبوع المقبل ب 54% نسبة التصويت. اما للاسف رجاء بدنا نقول لك وداعا، نتمنى لك كل التوفيق. يا ريتك يا رجاء رفعتي شعراتك مثل ما يارا نصحتك. الخميس اللي فات المشتركين بعد الغداء حبوا يرفعوا عن حالهم شوي وطلعوا رحلة، بس في حد كان ناقص، كأنه جنان ما كانت معهم. العب يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا، والعب يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا. بس كأنه جنان المشتركة عن فئة الشعر ما كانت موجودة، فقررت أسأل المشتركين شو كان السبب. جنان كانت قاعدة في الصف، كانت بتعمل سيرش على الموبايل أو بتدور على حاجة، فما كانتش معانا تقريبا، يعني موجودة زي مش موجودة، فكلها حاجات داخلة ببعضها. شو مش فاهمة شيء، يعني في مثل مصري بيقول اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. أنا عرفت من أحد المشتركين إنه رولا هي اللي ما كان بدها جنان بالرحلة. أنا أولاً كنت شوي عم حاول نقشها توصل معها على الآخر لحتى أعرف إذا هي عم تفهم أنا شو بدي وصل، بعدني لهلأ ما عندي فكرة موحدة. أوكي رولا، بس هذا مش مبرر، كيف ما كان عندك فكرة موحدة؟ إنه روحي نامي، صوتك كثير بشع كثير بشع كثير بشع. شكلك أخذت الموضوع بشكل شخصي. المهم سألت جنان ليش هيك صار وشو كان ردها عن تصرف زملائها، فجاوبتني بطريقتها. أنا لست لهم، أنا لي، كجوهرة مرصعة بلا زورد، سأضعني في صندوق خشبي وأخبئني منهم، أرتدي قناعا لا يشبهني، كيف أسدل الستائر وأنا محاطة بمفترسي اللحم البشري، كيف أنزعوا عني الرداء الوهمي، فأنا أعيش بغربة إن نزعته. أنا متقطع
معنوياتي بالنسبة لإلي حديد. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع شو عرفت من أحد المشتركين. سارة مشاركة عن فئة فلوجرز وكانت عم تحكي لي إنه شوي متضايقة من وائل لأنه بيحكي إنجليزي كتير. positive message فيها. فأنا شايف إنه ده it's one of the most brilliant videos I've seen so far. Thank you. Thank you. شكرا. مش عارف ليه أتحدث الإنجليزية لا أدري لماذا. اسم الفندر اسمه I will prepare my papers to be the best in this world. All English. All the time. أنت من أجد ذوق أخذ لك. لأجد ذوق قلت بقى أخش أنا في الإنجليزي كل واحد بقى يبين عليه مبا. أيوة هيك. فقررت إنها تحرجه وتحكي معه بلهجة ما إلها علاقة بشيء. يا تينك تفكتست ات يسكل شيك دهار ميدانتيل هلا باردن وباردن سفاريا دم هي بومي اوكي يا فيل يورا ميت بستار بانجليزي دي يا مرسي خليك سيمبل انا عايز جمله مفيده طيب والله المشتركين مش سهلين ابدا فقررت اسالهم شو رايهم بلجنه التحكيم ووعدتهم انه هالكلام ما يطلع لحدا ابدا ورطة كبيرة جدا هذا واقع بيصير كتير في المجتمع تسلط فرض شخصية تسلط فرض شخصية أنا الحمد لله فرضت شخصيتي القوية عليهم أما بالنسبة للمشاركة مارلين كانت حاسة بالظلم نسبة التنمر زادت بيأثر فيني شخصيا أنا بتعرض لت... بس بطمنكم مارلين صارت أحسن بكتير طلعت أنا وياها مبارح وحكينا شوي وأخذت لها فيديو عشان نطمن أهلها وكل اللي بحبوها أنت الأولى؟ إيه الحمد لله شو كان أحلى كومنت في جيكي؟ أحلى كومنت إجاني إنه كان عندي الشجاعة لحتى أطرح هذا الموضوع إنه أنا ركزت إنه أتطرق للفكر السوداوي تبع البولينج يعني الأذر سايد شو بيحسوا العالم اللي بيكونوا متنمرين ما إنه سجلت هذا الفكر إنه كيف تدخل عليه الحمد لله وهلأ رح نقرأ سوا بعض تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الآن بنت الجزائر بالتوفيق لبنت بلادي نور إبراهيمي شكرا كتير يا بنت الجزائر هدايا هدوش الكاتبة يارا وقلب معبوسة ونحن يا هدايا بنعطيكي قلب كبير معبوسة كمان خديجة بالتوفيق لبنت بلادي رجاء حبيبتي خديجة شكرا كتير على دعمك بس ياريتك دعمتي رجاء أكتر أو ياريت رجاء رفعت شعراتها مثل ما نصحتها يارا إيمان بالتوفيق رجاء من المغرب شكرا يا إيمان أمل بسيسو اللي جاي عشان يارا لايك لايكات كتير وفي رد عليها محمود تامر لا أنا جاي عشان محمود كلنا جايين عشان المشتركين والحكام أكيد شكرا على كل الكومنتس ولو في أي استفسار أو سؤال شاركونا تعليقاتكم على صفحات المواقع الاجتماعي الرسمية والخاصة بتلفزيون الآن اللي عم نشوفها أمامنا على الشاشة ووصلنا لنهاية حلقتنا بس لا تنسوا مشاهدينا تدعموا موهبتكم المفضلة لحتى توصلوها لللقب تصبحوا على ألف خير